ده كده 800 درهم ادي كامل 800 درهم قطعه واحده بس، قطعه واحده بس. شوف اهي سعرها 3800 2600 سامسونج، انا بكلمك على براندات. جديد بالكرتون انت بتشيل، بس هي قطعه واحده بس، قطعه واحده بس، قطعه واحده بس 2640 ابو 5000 3480. ده اللي هو ليه فيديوهات اللي ما بيتكسر. قطعه واحده بس، هي نفس القطعه اللي معروضه مفيش تاني. شوف كل ده تعالى بقى شوف اسعار المكيفات. تعالى تعالى شوف اسعار المكيفات. شفت دول 725 ها؟ 700 درهم كلهم؟ اه ها كده 700. اي واحد 725 شيل. شوف 2 طن ب 1075 قطعه، قطعه واحده هي ديت. تيجي الميتسوبيشي الكبير ال 3 طن البستون ب 4000 درهم. اوه 7000 درهم بره سعره، الناس عارفه اسعار الحاجه. او جنرال ب 2730 كم طن؟ 2 طن او جنرال. او جنرال ب 2700 كله براندات. او جنرال الكبير المروحتين 3400. قطعه واحده، قطعه هي نفس القطعه، تيجي تشيل القطعه وتمشي مفيش غيرها، تيجي تشيل دي وتمشي. وهذا اكاي 2.5 طن 1500 درهم. طنين ونص ب 1500 درهم؟ لا مستحيل مستحيل. 2.5 طن ب 2000 وضمان سنه 2060 درهم، 2000 درهم 2.5 طن. يا الله اكس انا بحكي لك زي ما سامسونج 2.5 طن ب 2100 درهم. شوف 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 الاسعار. شوف 3 طن ب 2800 الماكينه الكبيره البيستون ويست بوينت وطبق المواصفات الشركه قوي. كله كله ضمان 5 سنين طبعا، بس هي نفس القطعه بتشيل القطعه يعني ما في غيرها مفيش اللي هي دي. تعال الحق وشيل، ما تجيش تقول لي بعد كده طب احنا عايزين منها تاني. لا هي نفس القطعه. شوف مكيف ستاند ب 2700 درهم. الله ما لعبش ستاند 3 طن 2700 درهم 5000 سعر 3000 درهم 3 طن 3 طن وست بوي كم سعر بيحصلونا برا؟ 5800 درهم 2800 فرق، بس هي قطعه واحده مفيش تاني. ايوه كل ده كده الجنب ده كده هي يعني قطعه، عرض قطعه واحده كله ضمان سنه كله جديد زي ما انت شايف. قطعه واحده الفريزر ده كله ب 1092. ها سوبر جنرال، سوبر جنرال انا بحكي يا جماعه هذا الحجم، هذا الحجم هذا الحجم كبير. ايوه 1092 درهم بالظبط 1092 حجم ما شاء الله. كم ذبيحه داخل تحط؟ بتشيل 7 8 دبايح حالها على البراد. على 10 دبايح تشيل تشيل. شوفوا ما شاء الله. شوف هاي البابين 800 درهم، بابين 800 درهم جديد زي ما انت شايف. انت بس هي اخر قطعه تصفيه، تصفيه يعني السنه يعني بس هاي القطعه 800 درهم. هاي هاي كامل 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 800 درهم 800 درهم. روحي مصدوم لك الحق يا اسلام. كل الجنب ده تصفيه زي ما قلنا، هي قطعه واحده تعالى ادفع ثمنها وشيلها في نفسها. ضمان عليك، ضمان معاك، ضمان سنه وضمان سنه من الوكاله بعد. يعني ما فيش، والاسعار كلها شامله الضريبه، ما فيش زياده، السعر اللي محطوط بتدفعه. قربنا الكتل. تعال. تعال تعال. تعال يا بنت. مش حاسبي شو حاسبي. انا مش بتاع الكترونيات. صح؟ بس كتل صح؟ ايوه. كتل ازاز. كتل زجاج. ازاز. 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم. يعني يعني سعر الستال ستيل 2025 ده ازاز. اهي زجاج زجاج 15 درهم 15 درهم. كم في السوق تقريبا؟ 45 55 وانت طالع. ازاز في ليد طبعا، ضمان برضه سنه كل حق. تعالى يا باشا شوف 150 درهم في 150 درهم. ولو تحدي لو في مكنسه، انا بكلمك على براند مطابقه للمواصفات نوبل براند معروف، اتحدى اتحدى لو في مكنسه برميل في الامارات ب 150 درهم وبراند. انا بكلمك على نوبل مطابق للمواصفات 149 درهم. اتحدى الدنيا كلها، وريني المكنسه دي ب 150 درهم. تعال تعال تعال. مايكروويف جديد مش ستوك، جديد بالكرتون بقى وبرده مطابق للمواصفات نوبل 150 درهم. في مايكروويف ب 150 درهم؟ في مايكروويف في اي حته في الدنيا ب 150 درهم جديد زي كده؟ ها مايكروويف جديد زي ما انت شايف بالكرتونه يا باشا. جديد 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 زيرو زيرو، ضمان سنه من الوكيل 149 مطابق للمواصفات. اهم شيء مطابق للمواصفات، كلها بضاعه الامارات مش بضاعه تصدير وجايين نعمل عليها خصم. بضاعه الامارات شوف 20 كيلو. ها 20 كيلو قضيه 888 20 كيلو ازاز، الوكاله الازاز اللي من بره. وبراند جريتوس جريتوس براند براند يا جماعه 20 كيلو 20 كيلو
888 درهم 20 كيلو غساله تنشف وتغسل. غسيل هنا وتنشيف هنا. 20 كيلو 888 والازاز الموديل الجديد هذا موديل لسه نازل جديد ازاز زجاج من زجاج وضمان سنه وضمان سنه كل حاجه ضمان سنه كل حاجه ضمان سنه. تعال شوف تعال شوف الكواية شوف هاي هاي العالم كله عارفه سعرها صح؟ كواية نوبل ايوه الكواية القديمة معروفة الهيفي 29 درهم 29 درهم والله مستحيل 29 درهم بتقول ايه؟ شوف بقى الفرن ده 120 لتر اكبر فرن كهرباء في الامارات 120 لتر بيجي معاه اثنين صينية ده صينية وصينية غير الجوانتيات زي ما انت شايف 399 درهم بسعر 60 لتر ونفسها موجودة بعد الشواية مادياي صح؟ ايوه كل حاجة الشواية ده كل حاجة جواها كامل كل صينية اهي وادي واحدة يعني صينية وضمان سنة وضمان سنة مروحة بتدخل اضاءة فل فل كامل يعني مش حاجة رديئة ولا كله زي ما انت شايف كله مطبق للمواصفات 399 درهم 120 لتر مروحة شواية كل شيء كل شيء 100 لتر 389 كله على حرق كله على تخفيضات تعال شوف كواية بخار 150 درهم يا غالي اوه 150 درهم اهي مش 350 ومش بكلمك انا نوبل برضه براند براند نوبل برضه مطابق للمواصفات براند زي ما انت شايف براند يا جماعه ما حد يزعل ما حد يزعل مفيش انا اتكلم اتصور اهو ما حد يزعل اذا خلصت الكميه خلاص ما حد يزعل كوايه بخار وستاند موجود 149 درهم وضمان سنه عطنا الجديد لسه بقى محرقه التلفزيونات قول لي تعال تعال اتفرج على التلفزيونات بقى شوف اللي فيها انا ما ادري منو خلاك مصور انت كمل كمل 75 بوصه 75 بوصه تعال 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 هنا هي 75 بوصه 1750 درهم 75 بوصه 75 وانا بكلمك على نوبل برضو براند اندرويد 13 بعد براند نوبل اندرويد 13 اخر اندرويد نزل في العالم يا جماعه تعرفون شو يعني 75 بوصه 75 زي ما انت شايف الحجم اهو كم يبيعون بالسوق 75 بوصة؟ 2200 2300 انا نازل لك 600 درهم عن السوق عشان تبقى فاهم برضو انت 600 درهم خاص والكميه محدوده ما حد يزعل ما حدش يزعل 1750 درهم 1750 درهم 75 بوصه 75. تعال شوف انت دي بقى دي 65 ضد الكسر ضد الكسر ضد الكسر اهي ايدك ضد الكسر ايدك والله قعدت ضد الكسر شو ها 65 ضد الكسر 1350 خيبة مقاس الكبير 65 شوف ايدي شوف ايدي يا اخي انت منو خلاك بصفاص شوف ايدي ها شوف ايدي والله ضربتها ما انكسرت قرب قرب ما بتنكسر اضرب 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 يا ابوي اضرب 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 ما بتنكسر خيبة اه لا 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 هاي في اللزقة اللي بره اللزقة لا لا اللزقة يا جماعة هذه 65 بوصة ضد الكسر عيالكم يبونها صور السعر 1350 درهم عدني 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 هدي اعصابك ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا كمبيوتر ارجع بعد ورا ارجع بعد ورا شوفوا بعينكم ها مباراه تابعون مباراه غير تالي عصبت المنتخب عندك فشل تمام شو تسوي تشيل دبه الماي اللي انت تشربها وتعطيها بسم الله ها انكسرت ما صار فيها شيء انسى ابدا شوف 1350 1350 درهم عندي بقى عرض 60 بوصه تعرف ارخص سعر في العالم 1000 درهم 999 999 درهم كم 999 999 بوصه واندرويد فيدا كمان و60 بوصه اهو فيدا اندرويد فيدا فيدا ومعايا حامل الجدار مجانا 4K سمارت بلوتوث بتتكلم مع الريموت في ريسيفر داخلي كل شيء كامل انت بتقول ايه 1000 درهم 1000 درهم 65 بوصه 1000 درهم والله بلاش عطنا الجديد تعالوا الخلاط ها شو موضوع الخلاط كم سعره ده خلاط زانوسي خلاط ايطالي 75 درهم 75 درهم جار الازاز 75 درهم زجاج 75 حق رمضان حق رمضان حق رمضان عرض حرق عرض حرق دمار شوف 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 الله يصدق الطقم ده سعره بره 800 درهم بيتباع هنا ب 400 نص السعر بالظبط نص السعر شوف الموديل الجديد فخامه شياكه وكل المقاسات اللي انت محتاجها وبراند ها؟ براند طبعا الماني هاي وها شو جرانيت يعني؟ جرانيت يا بيه جرانيت جرانيت الماني كم قطعة؟ 1 2 3 4 5 ضرب 2 يعني 10 قطع 10 قطع ايه والله 16 طلع قطع 16 قطعة بعد 16 قطعة 16 قطعة 399 يا الله شوف شوف شوف. يا الله بلاش بلاش شوف العجل شوف الخلاطات شوف الفوبر السوري هاي
فود بروسيسور بيجي معاه الخلاط والطحانه والمطحنه الثانيه كامله كامله. كل حاجه العصاير 175 درهم، عصاير وبصل وخضار كل شيء، كل شيء يا فود بروسيسور هي كامله 175 درهم. في فود بروسيسور ب 150 وضمان سنه، كله ضمان سنه. اي حاجه عندي هنا في فيشه ضمان سنه، اي حاجه بكهرباء ضمان سنه، ضمان سنه مفيش فيها. 29 درهم مكنه الفشار، يا سلام. هات مكنه فشار 29 درهم، صور هنا شو 29 درهم، 29 درهم حط فيها الفشار وطلع لك في اقل من دقيقه 29 درهم. زي ما انت شايف يا جماعه في وايد اشياء، وايد اشياء. تعال شوف بقى الموديلات الجديده، الحاجات اللي لسه نازله جديده. شوف ووتر ديزاينز 499 اف، وثلاجه تحت 499. شوف يا جماعه، شوف الفخامه، شوف الجمال، شوف كيف شكل. شوف الفخامه، قسم بالله انا راغيه. هاي تحطها بدوائر حكوميه في البيت عندك، شيء يشرف. 499. شوف الاسعار، تعال شوف الغزال، كلها بلاش، كلها بلاش. ست عيون، ست عيون مش خمسه، ده مش خمس عيون، ده ست عيون. 1 2 3 4 5 6. طبعا فرن، ومكان ده بتحط فيه السلندر، يعني عشان تحط السلندر هنا كمان ما تاخدش مساحه جنبه. 1666. تعال شوف العرض ده 1399، 1400 درهم. ده انا فاتح لك دي كده عشان تعرف ان دي تربو، ده تربو، ده تربو فرن. أي من واحد هنا هذا هي هي تربو هي. يعني دي دي الشغل اللي بتاعها اصلا عشان من اي عين تاني. عين تربو مروحه داخل الفرن، صناعه قطاع ايطالي، تقفيل تركي، كامل مواصفات. واهم حاجه ده هيفي ديوتي. يعني ايه هيفي ديوتي؟ يعني خشن. ايوه الطناجر ما بتزلقش من عليه. 1399 ب 1400 درهم، سعره بره 1400 درهم، فرق 400 درهم في الغاز بس. اي جهاز كهربائي موجود حاليا في المعرض عليه خصم. شوف شوف رخيص 799. خليك بعيد، راوم الفرن، هذا الفرن راوم شوف. ها ايوه 799 777 999 799 999 999. شوف الاسعار 999 999 888. وهذا كهرباء، كهرباء كلها كهرباء. 2000 برا سعره، برا سعره 2000. هني 888، هني 799، برا سعره 1500. ده فريزر 400 براند درهم. نوبل 462. شوفوا، تعال بقى فريزر. شوف محرقه على الفريزرات، لان احنا داخلين على رمضان. في فريزر ب 550 درهم يا جماعه، فريزر اهو ب 550. تعال يا باشا، تعال 666 666. شوف الكبير 700 وشيء. شوف الكبير، اكبر حجم، الضخم، اكبر حجم اللي هو البابين، اكبر حجم 1499 يا جماعة. كبير 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 كبير، 3 و4 انفار يقعدوا فوق. ايه ها كبير يا بابين، هذا في 10 ذبايح بس. اسمعوني، القطعة اللي تروح ما يحصلون. لا هذا في منه، ها موجود منه هذا هناك، ها الحجم الكبير. تعالوا موجود 1499 1499. في ايه سام؟ تخفيضات على كل انواع الالكترونيات، كل انواع الالكترونيات كل اشكالها على تخفيضات. شرفونا عجمان سيت لايف التلة في الطابق الاول، بنحط لكم جميع البيانات، كل حاجه موجوده عندك، نصور لكم كل شيء. والله يا اخواني صدمه، خذ من الحين، لان اسعاره تحت اسعار الكوست، ضمان تحت اسعار التكلفه. انا لسه في عرض على المكيفات بقى. اسمع، تعال تعال شوف مكيف 3 طن بيستون كومبريسور كبير، معاه مكيف هديه، مكيف الصغير ده كمان هديه، معاه كاتل هديه، معاه خلاط 21 قطعه هديه، معاه كوايه ملابس هديه، وكوايه شعر كمان هديه. كل دي هدايا مع المكيف ده. سعر المكيف ايه بقى؟ ده 3 طن كومبريسور بيستون كبير تايلاندي كي كي كومبريسور العود، سعره بره 3500. انا عندي العرض المكيف ب 2999، ومعاه مكيف ومعاه الهدايا دي كلها. والله كمان. صباح الخير، صباح الورد. بخصوص الالكترونيات تمام، الفيديو بعده مو بجاهز انزله سناب، اليوم بنزله، بس هذا رقم موبايل، اللي يبغي رقم موبايل سجله. شوفوا هذا هو 0529991400 تمام. نزلت ريلات في الانستغرام، شوف الكواي بكم 29 درهم. هني عندكم مكنسه الكهربائيه كم 149 درهم، هذا رقم موبايل سجلوا عندكم في ايمان، الين ما يجهز السناب وادز لكم ان شاء الله. حرق الاسعار، نعم حرق الاسعار وتحطيم الاسعار، صدمة الخصومات، اقل من سعر التكلفة بزيادة، تخيلوا ما شاء